الثاني هنتكلم الكلاب على الكنترول ميثودز، هنحاول نشوف كيف ممكن احنا نعمل عمليه كونكشنز بين ديفرنت ايفنتس اور اكتيفيتيز، وكيف ممكن نحدد السكودلينج. اليوم هنتكلم عن السكودلينج بالنسبه للسيستم انجينيرنج. هنحاول نتكلم ايضا على الستيتمنتس اوف وورك اللي هي عباره عن امبورتنت بارتس اوف سيستم انجينيرنج مانجمنت بلانز، ونتكلم عن الورك بريك داون ستراكشرز، كيف ممكن احنا نمثل الهول سيستمز من خلال الديفرنت اكتيفيتيز اللي بنحتاجها عشان ننفذ هذا النشاط، وكيف نمثل الورك بريك داون ستراكشرز من خلال مجموعه من الاكتيفيتيز اللي ممكن تمثل لي الهول او تعمل برزنتيشن للسيستم. بنحاول نلخصها من خلال الستيتمنتس اوف وورك.
في الستمنتس اوف وورك بنحتاج مجموعه من القضايا اللي هي ممكن نحددها او نعرفها من خلال هذا الوصف. اولا summary statements of the task to be accomplished. نعم رايت سمري بالنسبه لمن، لكن بنحدد من خلالها كل الاكتيفيتيز، كل التاسك اللي ممكن ننفذها في السيستم انجينيرنج، وبنحدد من خلالها كل ايضا الانبوت ريكوايرمنتس فور ايتش تاسك. يعني لو كان في عندي وظيفه محدده بنشوف علاقتها ريليشن شيبس بين ذا اذر تاسك، الانبوتس اللي ممكن تكون عندي من التاسك الاخرى للوظيفه المحدده. Also references to applicable specifications اللي هي عبارة عن المواصفات أو references اللي ممكن تكون عندي عبارة عن standards, procedures and related document. نحن بدأ خلال هذا الجزء من التقرير اللي بنعمله أو الريبورت أو المخطط. Description of specific result to be achieved. إيش اللي إحنا بنحققه في كل تاسك بيتم وصفه من خلال statements of work. الجنرال جايد لاينز بالنسبه عشان نروح من توب الستيتمنتس اوف ورك، في عندي مجموعه من الخطوط العريضه اللي احنا لازم نتمكن فيها. اول اشتراط عندي انه لازم تكون عندي الستيتمنتس اوف ورك برايف شورت، ما تتجاوز تقريبا تو بيجز صفحتين، لذلك لازم نكون مكتوبه بشكل مركز وبشكل دقيق. لا هي تو بيجز الابستراكت يعني بياخذ ربع ورقه او نص ورقه بيحدد هذا الميتنج كلمه ثلاث كلمات، لكن هذه تكون عباره عن تو بيجز لانه بيكون في عندي كثير من القضايا اللي ممكن نستعرضها خلال هي تعتبر الاساس في الكونتراكت. لما نروح نعمل كونتراكت مع اوصاف كونتراكت بتعتمد في الاساس لازم القضايا تكون واضحه بالستمنتس اوف ورك، الكونتراكت بيكون معتمد على هذا الجزء من السيستم انجينيرنج بلان. بنتناول من خلالها كل الافعال اللي الايفنتس اللي ممكن نقوم بها خلال عمليه التطوير، ونراعي في هذه القضيه انه ما يحصلش عندي لبس بالنسبه لمن للشخص اللي بيقرا هذه الوثيقه. ما يحصلش عندي كومبيتنس فور ميس انتجريشنز بالنسبه لاي باراجراف موجود عندي بالنسبه للوثيقه. Also describe the requirements in sufficient details to ensure clarity. نحاول ايضا ما نكررش، لو في عندي وثائق ملحقه فيها الـ requirements او فيها بعض الستاندرز ما نكررهاش، نحاول انه تكون عندي الوثيقه مكتوبه بشكل واضح وموصوف فيها كل الـ requirements بالنسبه للاكتيفيتيز او السيستم كل بحيث يكون عندي واضح. Don't under specify or over specify. إذا بنحاول نبتعد إنه نعطي الوثيقة ناقصة الوصف أو السبيسيفيكيشنز تكون أقل من الإمكان، أو إنه نسهب فيها. نكتب مواصفات أكثر من اللازم اللي بتحتاجه الريكوايرمنتس. Avoid unnecessary repetitions and the incorporations of extraneous materials and requirements. إذا من خلال هذا البند إنه بنحاول أي حاجة ما نحتاجها عشان التكرار نشيله ونبعده. ما في داعي للتكرار بالنسبة للقضية، وأيضا إنه إذا كان في عندي ماتيريالز خارجية هي ريفرنسز أخذناها اللي هي عبارة عن ممكن تكون أبندكس ممكن تكون عبارة عن أبليكابل دوكيومنت، خلاص ما عادش داعي نكرر هذه القضايا، نعتمد عليها نشيلها فقط في الشارع. Don't repeat detailed specifications and requirements that already covered in the applicable references documents. هذا تقريبا مجموعة الخطوات اللي ممكن احنا نتبعها اثناء كتابة الـ statements of work. Work breakdown structures. One of the first steps بعد ما نعمل statement of work نحدد ال organization بالنسبة للسيستمز، نروح نكتب ال work breakdown structures. شكرا.
غير بشرائع؟ لا ما غيرت، بس هذا ال إنه مع داش جديد. أيوة. وين أنا نسخت في أهل الفايل وين؟ أربعته أيوة هذا هو نفس أربعته بس هذا من بارت 1 هي من بارت 1 هذا الخامسة اللي عملناها من بارت 1 كمان هي بارت 2 ها؟ بارت 2 هي موجودة في بارت 1 كمان؟ بارت 1 لا 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 ليه موجودة هي؟ بارت 2 بارت 2 شو بدك تذكر؟ قول لي عندنا ها؟ من بارت 1 أيوة بارت 1 كيف موجودة؟ قلت له شريحة أنت من شريحة مقاطع statement of work احنا خلصناها تكلمنا عنها definition of system engineering functions and tasks. إذن واحدة من القضايا اللي احنا نحتاجها هنا الـ work breakdown structures لأن نحن باتجاه ونحتاج انه نعرف كل الـ functions وكل الـ tasks اللي نحتاجها علشان نعبر عن النشاط اللي احنا بسبب له هو عبارة عن system engineering. بنحتاج في هذه الحالة نحدد بشكل واضح requirements of system engineering or system under focusing. إذا بنحتاج نحدد requirements لهذا النظام. نحدد test and evaluations طرق التقييم اللي عندي الفحوصات اللي عندي وكيف هنعمل التقييم. Predictions and all constructions. بنحتاج نحدد ايضا التاسك اللي بنحتاجها اثناء عمليه الاوبريشنز بالنسبه للسيستمز وايضا بنحتاج نعمل الاكتيفيتيز المتعلقه بعمليه السبورتنج بالنسبه للمينتنس اكتيفيتيز والسرفايسنج وبنحتاج ايضا نحدد في هذه الحاله الديسبوزال اكتيفيتيز بالنسبه للسيستمز اذا بننظر للسيستمز هنا والريكوايرمنتس من خلال الهول لايف سايكل اوف سيستمز. القضية الثانية اللي بنحتاجها انه اثناء عملية generations للconcepts or ideas بنحتاج انه نحدد الالترناتيفز الموجودة عندي نشوف العملية التقييم ايضا اللي على اساسها من خلال الفيزابيلتي ستدي اللي هنقدم فيها هذه الالترناتيفز عشان نختارها. ممكن يكون عندي هذا من خلال performance factors قلنا الإفكتيفنس، الريلايبيليتي أند الإنتجريتي، الهيومن فاكتورز أند سيفتي فاكتورز، سبورتابيليتي كاركترستكس، أند لايف سايكل كوست فيجرز. Also we need to ensure all the applicable design disciplines، كل الفرق اللي بنحتاجها في عملية التصميم والتطوير بالنسبة للسيستمز، والإكسبيرينس المختلفة اللي ممكن نحتاجها خلال عملية التطوير والتصميم. بنحتاج نحدد ايضا الاوفرال سيستم ديفلوبمنت افورتس كل الجهود اللي او كل الانشطه اللي ممكن نقوم فيها عشان نحصل على بالاخير على السيستم انجينيرنج انتو بينج. وبنحتاج نحدد ايضا البيس لاينز بالنسبه للسبيسيفيكيشنز الكونفجريشنز وبنحتاج نحدد الديزاين ريفيو الاكتيفيتيز اللي بنحتاجها البروبر دوكيومنتيشن سبورتنج for the design decision القضايا الاساسيه اللي بي على اساسها اثناء اختيار الكونسبت او اثناء تحديد الكونفجريشنز بالنسبه للسيستمز او الاركتكتشر بالنسبه للسب سيستمز او البارت. بنحتاج ايضا نحدد الاليمنتس او الكومبوننتس البارتس اللي بنحتاجها للسب سيستمز والانترفيرنس بين ذيس ديفرنت بارتس. إذا هذه هي عبارة عن الماين اوبجيكتيفز فور سيستم انجينيرنج اللي ممكن نقوم فيها من خلال السيستم انجينيرنج أو الماين جولز اوف سيستم انجينيرنج. بنحتاج من خلال هذه الديفرنت جولز إنه نروح نحدد الديفرنت تاسكات علشان ننفذ هذه الأهداف المختلفة بالنسبة للسيستم انجينيرنج. الديفرنت تاسك اللي هي ممكن نشوفها موجودة عندي في هذا العمود في التيبلز. The first task is perform need analysis or stakeholders analysis. الوظيفة الثانية شفناها احنا بالفصل الثالث تقريبا الثالث تكلمنا عنها بشكل واضح اللي هو عبارة عن الـ operational concept or operational requirements. بنحتاج نحدد الـ specifications اللي هي عبارة عن type A specifications
هذه وحدة هي التاسعة نحن في هو السيستم انجينيرينج ديزاين اند ديفلوبمنت. This specification is related to operational or functional concept. بعدين بدنا راح نحدد تيست اند ايفالويشنز مانجمنت بلانت وبنحدد السيستم انجينيرنج مانجمنت بلانت. بنعدل قلنا بتكون هذه عباره عن اثناء ما ننتقل من الريكوايرمنتس اناليسيس انتو كونسبشوال ديزاين بنحاول نعمل مخطط واضح بالنسبه لنا للمانجمنت بلانينج وبيكون عندي مجدول على كل الاكتيفيتيز اللي ممكن ناخذ فيها اثناء عمليه التصميم والتطوير المنتج ويكون له علاقه بال سيستم انجينيرنج بروسيس والايفالويشنز المختلفه بالنسبه للسيستم. Accomplish functional analysis and the applications of the requirements. اذا من خلال هذه الوظيفه بنحدد different functions بالنسبه للسيستم or components وبنحاول نعمل من خلال الفانكشنال مودز والبيهيفير نحاول نعمل اللوكيشنز لهذه الفانكشنز وبنحدد من خلال الفيزيكال ستراكشر اوف سيستمز. اكومبلي سيستم اناليسيس ساينسز اند ديزاين انتجريشنز. اذا من خلالها بنخلق مجموعه من الكريتيريا بنروح نعمل تحليل لهذه الكريتيريا من خلال الفيزيبيليتي ستدي وبنحاول نوصل للديزاين كريتيريا اللي على اساسها نوصل للاجزاء المختلفه. البلان كوردينيت اند كوندكت فورمال ديزاين ريفيو. بنحاول من خلال هذه الخطوه انه نعمل عمليه تقييم للتصميم وبنتاكد من خلاله انه عمليه التصميم وصلنا للايديال ديزاين او اوبتمايز ديزاين. ومن خلالها ايضا بنروح نتكلم عن البرودكشن بروسيس والكونستركشن بروسيس اللي ممكن نحتاجها لبناء او نشوف القرار المناسب سواء كان عند تايم او ميل. مونيتر اند ريفيو سيستم تيست ايفالويشن اكتيفيتيز. اذا من خلال المودلز او البروتوتايبس ونشوف الديفرنت تايبس اوف تيست علشان نعمل عمليه تقييم مختلفه. بلان كوردينيت اند امبلمنت كنترول ديزاين تشينج. لما يحصل عندي اني ريفيجنز اني موديفيكيشنز في التصميم بنحاول نشوف كيف ممكن نعمل عمليه تمديد لهذه التشينج. انيشيال اند مينتين برودكشن كونستركشنز سبلايرز اند كاستمر سيرفايد اكتيفيتيز. اذا بنروح نحدد المانيفاكتشرنج بروسيس والسكودلينج بالنسبه للبروسيس كذلك بنشوف السبورتنج السبير بارتس الايكويبمنت الفاسيلتيز المختلفه علشان ننفذ المينتنس ومن خلال الاكشنز. اذا في عندنا تقريبا 11 تاسك موجوده عندي في السيستم انجينيرنج موزعه على الشكل شفناها من خلال المواضيع السابقه اللي احنا تكلمنا عنها. بالنسبة للسيستم انجينيرنج لما يكون عندي كومبلكس سيستم انجينيرنج بنحاول من خلال ال فانكشنال بلوك فلو دايجرامز اللي هو بيعطينا التايبس اوف فانكشنز السيكونسز بالنسبة لهذه الفانكشنز الانتر ريليشن شيبس بين ذيس فانكشنز بنحاول من خلالها نشوف الريكوايرمنتس نسميه الريكوايرمنتس الوكيشن شيتس اللي هو علاقه بين عمليه الالوكيشن للفانكشنز عشان نعمل اساينينج للبارتس اللي هتعدي هذه الفانكشنز ونكون من خلال الديزاين كريتيريا اللي هي عباره عن المعايير اللي هنحاول من خلالها نخلق البارتس ونشوف الكونفجريشن السايز الماتيريال والويت بالنسبه للبارتس. ايضا ممكن نعقلها من خلال تايم لاين اناليسيس لما يكون في عندي different requirements وبنحاول من خلالها ناخذ هذه requirements وبالنسبه لل functions ونحاول نقسم من خلال parts او الاجزاء اللي ممكن تؤدي هذه الوظيفه. من خلال field options لما يكون عندي اكثر من alternatives or في عندي اكثر من concepts بنحاول نعمل feasibility study نشوف alternatives المطلوبه علشان نحقق من خلال الوظيفه المطلوبه. From design criteria sheet we need